تحب نتكلم في على موضوع الترسانة؟ لو استاذ سعيد يعني أفضل في الموضوع وشرحت دور الشركة والمطالب بتاعت العمال واللي حصل في المحاكمة العسكرية لهم. هي قضية عمال شركة ترسانة بدأت يوم 22/5/2016 لما العمال لما رئيس مجلس الإدارة كان بيعدي على الورش، العمال كان ليهم بعض المطالب اتلفوا حواليه وقعدوا عرضوا عليه المطالب. رئيس العمال بدل يعني مع الصوت العمال وهم بيطالبوا رئيس مجلس الإدارة وهو بيرفض بعض المطالب، يعني بيتفاوضوا في المطالب. مجموعه من العمال اللي في الورش اللي حوالين المكان اللي هم واقفين فيه طلعوا يتضمنوا مع زملائهم وقعدوا يعرضوا بقيه المطالب، لما رئيس مجلس الاداره لقى ان في مجموعه من العمال رفض جميع المطالب وطلع على مكتبه. العمال حسوا يعني اعتبرتهم حاله من الغضب يعني، فقالوا خلاص مش هنشتغل لما يحققوا المطالب بتاعتنا. ده استمر يوم 22، في تجمع في ساحه حوالي 300 عامل 250 عامل، بقيه العمال فضلوا في اماكنهم في الاقسام بتاعتهم سواء كانت اقسام اداريه او الورش. يوم 24 الشرطه العسكريه جت وقفلت الشركه ومنعت دخول اي من العمال. في نفس اليوم النيابه العسكريه استدعت 26 عامل للمحاكمه، استدعت 26 عامل للنيابه العسكريه دي اخذ اقوالهم. هم مش يعني راحوا النيابه العسكريه، في 13 عامل راحوا النيابه العسكريه عشان يعرفوا ايه الموضوع. لما راح اتحقق معاهم بتهمه التحريض على الاضراب والامتناع عن العمل، بعد كده النيابه العسكريه اصدرت قرار بحبسهم 4 ايام. القرار ده اتجدد لهم الاربع ايام، اخذوا 11 يوم عشان 15 يوم. بعد كده اتحالوا المحكمه العسكريه واستمرت المحاكمه لمده 11 جلسه.